ولكل فصل فاكهته الخاصة التي تظهر فيها وتختفي في غيرها من الفصول. وفصلي الربيع والصيف يعني يعد من أجمل الفصول السنوية التي تأتي بالأزهار والنباتات والفواكه. صحيح وديان، يتميز هذين الفصلين بتوفر مجموعة متنوعة من الفواكه التي تنمو وتنضج في هذا الوقت والتي تتمتع بفوائد صحية عديدة. في فقرتنا التالية مشاهدينا سنتعرف وإياكم عن فوائد الفواكه الموسمية لا سيما في فصلي الربيع والصيف وأهمية تناولها وطرق تخزينها والعديد من المحاور الأخرى مع الصيدلانية وأخصائية التغذية العلاجية الدكتورة ميسم مقرم محمد. حياك الله وأهلا وسهلا فيك. حياكم الله، أهلا بكم. أهلا وسهلا. يعني كل موسم له فاكهته الخاصة، احنا مركزين مع دخول الربيع والصيف إن شاء الله نتحدث عن هذه الفواكه. لو تقولينا إيش هي أبرز الفواكه التي يعني بتطلع أو بتنمو في فصلي الربيع والصيف؟ نعم، الآن فصل الربيع الطبيعة كلها لونها أخضر، كل شيء يعني حوالينا بعد البرد، يعني بعد البرد الآن صحيح. كل شيء لونه أخضر، فاللون الأخضر هو بحد ذاته يدلنا على ماذا يجب أن نركز ونستهلك. الآن بقول الخضراء بكل مكان، النباتات التي تخرج يعني بدون الإنسان ما يزرعها تخرج من الطبيعة بتلقاء نفسها، يجب التركيز عليها. هذه البقول الخضراء بكمية كبيرة لغناها بالفوليك أسيد، الأزهار الملونة كل شيء الألوان طبيعة أخضر وباقية الألوان. يجب أن نركز أيضا على هلأ فاكهة الربيع تبقى بالأسواق فترة قصيرة أقل من شهر حتى. المشمش، الكراز، التوت، الخوخ، كثير من فواكه فصل الربيع ومشكلتها يعني إذا أحضرتيها للبيت يا دوب يومين، اليوم الثالث تلاقيها رأسا تخرب لونها. أيوة. رأسا تخرب لغناها بالأنزيمات. الأنزيمات فيها فعالة وفيها موجودة بكمية كبيرة جدا، الأنزيمات هي تحيي الجسم، موجود فيها الأملاح المعدنية بكمية كبيرة والماء، فوجود الأملاح المعدنية بكمية كبيرة والماء يؤدي إلى بتلاقي بصير معه إسهال، بياكل توت كتير، مشمش كتير، بتلاقي بصير معنا إسهال. هو مو إسهال، هو عمل ديتوكس للأمعاء، تنظف الأمعاء تنظيف. يعني أخيرا فهمنا السبب. هذا ما له إسهال، هذا شيء يعني ديتوكس طبيعي. جميل. للأمعاء للجسم، وخصوصا بعد فترة الشتاء وأشهر الشتاء وأسرفنا من اللحوم والدجاج والأكل الناشف والأكل الجاهز. الآن يجب التركيز على فاكهة الربيع، هي تعمل ديتوكس للجسم، ديتوكس للأمعاء، وغناها بالألياف وغناها بالأحماض، بتلاقيها حامضة، مش حامض، الخوخ حامض. أيوة. الأخضر. هذه الحموضة في بعض الناس لا ترغبها، لكن هذه الحموضة هي تغذي بروبيوتيك، البكتيريا الصديقة بالأمعاء، والبروبيوتيك هي المسؤولة عن المناعة. 80% من مناعة أجسامنا في هذه البروبيوتيك، عندما تكون هي بحالة جيدة مناعتنا بخير. ونحن الآن فصل الربيع هو الفصل الذي ترتفع فيه المناعة إلى الذروة بعد أشهر الشتاء والبرد. إذن لازم الكل الآن يروح يلحق قبل ما تختفي هذه الفواكه من الأسواق. الآن تكلمت عن فواكه الخاصة بفصل الربيع. نعم. نجي للفواكه بشكل عام. نعم. في ناس يحبوا الخضروات وما يحبوش الفواكه لأنها ممكن مسكرة. نعم. فما فائدة الفواكه بشكل عام لجسم الإنسان؟ الفواكه بشكل عام غناها بمضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة هي الألوان الأحمر والأصفر والبنفسجي، وكل هذه الألوان ما معنات المضادات، مضادات للسرطان، هي محاربات السرطان، هي محاربات الشيخوخة. نعم. غنى أيضا غنى الفواكه بالفيتامينات، وعلى رأس الفيتامين سي، هو يساعد على إنتاج الكولاجين. الآن النساء وحتى الشباب الآن يبحث على نضارة البشرة وعلى تأخير الشيخوخة ويسعى إلى كريمات الكولاجين. أيوة. التي هي لا تمتص من البشرة أصلا للأسف، هذا مفهوم غير صحيح. لا تمتص، تروج شركات يعني ويدفعوا أسعار غالية يعني. نعم نعم، أنا إذا بدي أنا بدي استفيد، أنا بدي يجب أن أعمل من الداخل. أيوة. أنا آكل هذا الذي يحوي على الكميات كبيرة من فيتامين سي، وهذه الفواكه فيتامين سي يساعد ويدعم بإنتاج الكولاجين في الجسم. أيضا غناها مثل ما حكينا بكل الفيتامينات، هي تساعد على نضارة البشرة، تساعد على إحياء الجسم، غناها بالأنزيمات، غناها بالأملاح المعدنية، تساعد على النوع من الديتوكس والإسهال للأمعاء. أيضا بفصل الربيع موجود الآن يخرج الفول، البازيلا، الحمص الأخضر الطري، الحمص الأخضر الآن بيحبوه كتير الأولاد الصغار. البازلج الآن استهلاك الفول والبازلج بكمية كبيرة الآن. أيوة. مثل ما حكينا انتهى فصل اللحوم، الآن كل شيء أخضر، البازلج الخضر، الفول الأخضر، الحمص الأخضر مع زيت الزيتون، مع الآن الخضروات الطازجة، الثوم الأخضر
البصل الاخضر الان. طب خليني احكي لك على سله الفواكه الموجوده في اليمن. اليمن نعم. ما شاء الله مع دخول الدفا يطلع فيها اليمن. يعني نسميها البطيخه والحبحب، عندنا الشمام، عندنا نعم. البابايا اللي هو قائمه طويله، العنب، عندنا الرمان، عندنا نعم. العنب، عندنا المانجا والمشمش، المانجا. ودي تذكرينا ايش كمان؟ ما شاء الله الجوافه. الجوافه ما شاء الله في يعني منتجات رائعه جدا نعم. يعني نعم. تنافس المنتجات العالميه من المذاق والطعم والشيء الجميل. لكن نحن نغفل عنها ونلجأ إلى المصنع وإلى الأكل الماركت والمجمد والمعلب. وأيوة وعندنا خيرات ببلادنا العربية وبشرق منطقتنا يعني عندنا خيرات، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بخيرات يعني تنوع كبير بالخضر والفواكه غير موجود ببقية القارات. يعني عندنا تنوع كبير ببلادنا العربية. طيب خلينا نتكلم على الفاكهة الجيدة من الفاكهة السيئة. أنا لما أخرج نعم. الآن السوق مع توفر هذه نعم. يعني الفواكه بالأخص نعم. حديثا عن الفواكه بكميات كبيرة في السوق نعم. كيف أنا أميز الجيدة من غير الجيدة؟ والله الفواكه بشكل عام أي حال تكون الحبة الكبيرة هي الثمن الأغلى، لا ما مشكلة، حتى لو أخذنا الحب الأصغر بالسعر الأقل مع ممكن ما في مشكلة أبدا أبدا، الفائدة نفسها. ولكن يجب أن تدخل إلى البيت. بعض الناس يقول لك الفاكهة غالية، وخصوصا هاي السنة فعلا غالية، لكن ولو يعني دخلت البيت مرتين بالأسبوع، الأسبوع اللي بعده كمان دخلت مرتين كافي، ولو أكلت أربع مرات بهالفصل، لأنه تبقى أيام يا دوب أسبوعين ثلاثة حتى لحد الشهر لا تصل يعني وينتهي موسمها، لا نستطيع تجفيفها، لا نستطيع تخزين فاكهة الربيع. تختلف عن بقية الفواكه نعم. لا تجفف، لا تجمد، لا تخزن، لا تخزن. طيب عدني بسألك الآن، يعني ما فيش مجال إن إحنا مثلاً الفواكه في الصيف مثلاً أو الربيع أبداً ما نخزنش ناكلها طازج؟ أبداً لا تخزن. أيوة. الكرز لا يخزن، التوت لا يخزن. هلا الان في طرق تصنيع كيماويه يجففون المشمش المجفف، لا ابدا، يجب استهلاكه بوقته. والله سبحانه وتعالى لو كان فيها الفائده تبقى شهرين ثلاثه كان الله سبحانه وتعالى قادر، مثل فاكهه الصيف تبقى شهرين وثلاثه بالاسواق. لكن هي فاكهتها ناخذ الان بموسمها بذروه بكميه جيده ونستهلكها وخلص انتهى وقتها. هذه بالنسبه لفاكهه الربيع نعم. اللي تنتهي بسرعه نعم. الفاكهة الصيف المشاهدين نعم. اليوم اللي بيتابعونا وأحيانا والله حتى أنا نعم. أشتري بكميات كبيرة، أشوف الألوان هكذا والفاكهة مغرية نعم. أخذ بكمية كبيرة لكن ما أعرفش كيف أحفظها. في ناس يقطعوها ويحطوها في الفريزر، هل هذه طريقة جيدة يعني؟ والله دائما نركز على استهلاك الفريش الطازج إما تقطع وتأكل مباشرة أو على شكل عصير. أنا أعمل عصير فريش طازج بالبيت إذا عندي كمية كبيرة، ممكن مثلا الحبة اللي لقيتها شوي مستوية أنا فورا الكمية أيوة. عجل هي اعملها على عصير شوي لسه يعني قاسيه شوي، هي ممكن نأجلها فيعني هي الام بدها تكون هي الام، هي محور البيت وهي المدبره نعم. الامور، وهي الام هي مسؤوله عن صحتها وصحة زوجها وصحة أولادها. الله يحفظ الأمهات آمين يعني. الأم هي الفنانة بالبيت، فنانة جميل. حتى أيضا مثلا أنا قبل ما يفوتني بس بفصل الربيع يجب أن نركز على الأوراق الفتية للأشجار. الآن الأشجار تخرج أوراق الفتية، ودائما كل الأشجار المثمرة نقطف دائما الورقة الفتية بآخر الغصن، بطرف الغصن، الورقتين أو ثلاثة تكون بآخر الغصن الصغيرة الفتية نستفيد منها على شكل شاي أعشاب طبية. هذه الأوراق الطبية. هلأ أوراق التين هي جيدة جدا لمشكلة الآلام الدورة الشهرية أيوة. وخلل نظام الهرموني عند النساء، والآن كثير من النساء ما تعاني الآن من خلال وعدم انتظام. أوراق التين هي مهمة جدا. أوراق شجرة التوت لا نترك دوت القز تكون أذكى مننا. أوراق التوت هي مهمة جدا جميل. لضبط تخفيض الكوليسترول المرتفع، ضبط سكر الدم، هي فيها مضاد للالتهابات بالجسم، فيها مضادات للسرطان. أوراق التوت مهمة جدا. طيب دكتورة خلينا نتكلم كمان على الفاكهة الخارجية، يعني نعم. مثلا أنا كنت في اليمن الفراولة ما كانت متوفرة، الفراولة نعم. يعني كمزروعة في اليمن يمكن ما في تركيز على زراعتها، ما في مشكلة قبل فترة، فيتم أيوة قبل فترة
فعلا يعني زمان كانت تاتينا دائما يعني من الخارج خارجية. دائما خارجيه نعم. فواكه خارجيه نعم. هل تختلف يعني هل هي مضره؟ يعني اتذكر ان امي كانت تقول لا الفاكهه الخارجيه مش مفيده، الفاكهه البلدي أحسن. حكي امك مظبوط مليون بالمئه، لان الله سبحانه وتعالى عندما يخلقنا في مكان جغرافي معين يخرج لنا ما يناسب درجه الحراره ويناسب اجسامنا بهذه المنطقه الجغرافيه. حاشا لله ان يخلقنا في مكان ويترك اجسامنا بحاجه لشيء موجود بقارة أخرى أو يعني بمكان آخر. يعني نقول إنه البرتقال يأتي في الأيام الباردة عشان يعزز المناعة، يعني هو نعم. جاء لهذا الموسم. نعم نعم. الآن لكن بعد أصبح الشحن من القارات وأي شيء به فاكهة لو كان يعني فاكهة من تركيا تكون موجودة في اليمن. أيوة في أمريكا. والآن ما عادت الناس أصلا عرفت موسمية الفصول. الآن بطيخ كان موجود كل فصل الشتاء، ليش القطع البطيخ بالبازة؟ أنا كنت دائما كنت أرى بفصل الشتاء صحيح. بطيخ الصيف وفاكهة الشتاء موجود، الجزر الشتوي موجود بالصيف. لعبونا بالإعدادات والله. فهذا التلاعب بالنواميس الكونية ترك أثر سيء جدا. هلا نحن نعاني من امراض، نحن نعيش في عصر الامراض بامتياز، من الاطفال الى الشباب الى الكبار، ما في بيت الا في حد عنده مشاكل صحيه، ما في عيله الا في حد عنده سرطان. انا بتحداك اذا في عيله فينا ما تعرف حدا من اقربائنا عنده كانسر. فحتى الان الاطفال يعني، فعدم احترام موسميه الفصول وعدم الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء استهلاكه بموسمه، مثل ما حكيت وحكيت والدتك كل شيء بموسمه بالمنطقة الجغرافية اللي أنا فيها. يمكن هي ما كانت تتقبل الفكرة، يعني تقول الله خلق لنا الآن الحبحب اللي هو البطيخ نعم. ليش ناكل برتقال الآن؟ نعم. برتقال نعم. البرتقال كمان نعمل المنتج المحلي يا سمية. الآن موسم البطيخ أستهلك الآن مثلا فواكه الربيع أستهلك الآن فاكهة الربيع انتهى أيوه. فاكهة الشتاء الآن أيوه. الآن فاكهة الشتاء ما غير محبس استهلاكها، وأصلا هي ولا فيها أي فائدة بغير موسمها. طيب سؤال حتى أخير، حتى التركيب الكيماوي يتغير نعم. طيب سؤال أخير، أنت قلتي أنه الفاكهة لما نشتري بكمية كبيرة ما نحفظش نعم. نعمل عصير نعم. هل الفائدة الأكبر لما ناكل الفواكه زي ما هي، ولا نعمل عصير مثلا يخف فائدته، ولا نفس الشيء؟ لأنه في جدل حول هذا الموضوع أيوة. لا هلا لما بتكون العصر على حاله بمحضرة الطعام، أنا أيوة. مثلا أخذت دراق، أخذت مشمش وعصرته، بس شلت البذره يعني. شلت البذره وحطيت ماء فوقه، ماء معدني، وحطيته خلاط وشربته. انا ما خسرت شيء فيه ابدا. لكن مثلا ايام عصر الجزر، شفتي عصاره الجزر أيوة. يخرج العصير والالياف كلها ترمى اللب الالياف كلها أيوة. ترمى يعني ضيعت انا منها كثير. لكن أيوة. الخلط العادي انا مثل ما الفواكه على حاله خسلتها وشلت منها بذرتها الداخليه وعصرتها على محضره الطعام وشربتها أنا. انا ما خسرت منها شيء ابدا. والله دكتور انا من النوع اللي ما برمي هذه أبدا. اللي احس انه فعلا يعني العصر التفاح على عصارة التفاح عصارة الجزر تعطينا فقط السائل العصير والالياف كلها ترمى الباقي. انا والله ضد. احزن عليها جدا يعني الالياف أيوة. هي الالياف هي تكنس الامعاء، الالياف مهمه جدا لسلامه البروبيتيك لسلامه الامعاء ولتسهيل حركه الامعاء، وهي ضد الامساك. من المستحيل الذي يستهلك الخضر والفواكه ان يعاني من الامساك ولا من التشققات الشرجيه ولا من الام البواسير، من المستحيل. الله يعطينا ويعطي للسامعين الصحه والعافيه. آمين. يا رب آمين. يا رب استغلوا ده الفصل. والله فعلا شكرا على كل المعلومات القيمه دكتوره ميسم. وفعلا يمكن الجمهور الان نوجهه انه يتجه نعم. للفاكهة الموسمية وناكل خيرات البلد نعم. بالاشياء الموجودة فيه، حتى وان نعم. كانت زي ما قلتي فاكهة يمكن تكون غالية في بعض المواسم، فمرتين في الاسبوع او مرة في الاسبوع نعم. كافية ان احنا نعوض الجسم من نقص هذه الفيتامينات نعم. شكرا على كل اللي اعطيتينا الدكتورة في واخصائية التغذية العلاجية دكتورة ميسم قرى محمد. شكرا نورتي لكم. شكرا. يعطيك الف عافية.